السلام عليكم ورحمة الله. نتواجدوا بمنطقة العيون والآن عند جمعية أصدقاء سوس بمدينة أكادير. تقول جمعية ديال الصداقة بمدينة أكادير. الله يوفق الإخوان، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله، الله يسخر لهم العدل العظمى إن شاء الله بإذن الله. شي ديكلاراسيون غدا إن شاء الله يكون في المستوى، والكونفوي راه قام بالواجب ديالهم. جواد محمد اسم جمعية الاخر، جمعية الثقافية. الله يوفق لكم، الله يوفق الاخوان. وهذا مكان معنا لكم فيور اخر قام الواجب ديالهم، الله يسمح لنا منهم. هكذا ضربوا تمارة، راه كاين الريح هنا، كاين شوية الريح. وهذا مكان الله يسخر الامور. وهذا اللوغو ديال العصبة، عصبة سوس مسا. وكنتمنى التوفيق لجميع الموالع ديالها. والحمام ديال مدينة تارودانت هو هذا كما كتلاحظوا معنا، جمعية ديال الصداقة ديال مدينة تارودانت، جمعية ديال الأسيتي حتى هي في مدينة تارودانت. وعليكم فيور تاورا يقوم بالواجب ديالو، الله يعاونهم اخويا، راه تكرفصوا والله يسمح لينا منهم. هادشي نقولوا شي كلمه الاخ عمر، وجبه اكل دابا هادشي من القميحة ان شاء الله، هادشي ما ياكلوا دابا ان شاء الله. الله يسخروا الطاط عمر، الله يسخروا اخر خدام تبارك الله، راه تاهم بشنا وكيعاود لهم دابا القميحة. وهادشي كنتمنوا التوفيق ان شاء الله للاخوان ديال العصبه. وهذا مكان الحمام ديال مدينة هوارا، ديال مدينة بويكرا، ديال مدينة ولاد برحيل، مدينة سبت القردان، ومدينة خميسية عميرة. الحمام السجير راه هو هذا معنا لكم فويور تا هو، راه العيا والتسخسيخ، ولكن اش غدير الهواية كثيرة. الله يسخر جميع الموالع، هادشي اللي كنتمناو لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. قال الاخوان ديال جمعيه الحريه